الربان هرمزد. لا نتحدث هنا عن أسطورة ولا عن خيال، بل نتحدث عن واقع اسمه دير الربان هرمزد. إن بنيان دير الربان هرمزد المدهش وموقعه الجذاب يجعلان هذا الأثر لا مثيل له في الغرب ولا شبيه له في الشرق. هذا ما قاله الكاتب الفرنسي الشهير الأب مارتان. إذن نحن أمام صرح هائل في معماره وفي الرسالة التي انبثقت منه. إنه صرح دير الربان هرمزد، معمار هائل منحوت من صخر على سفح جبل. فأي سواعد تلك التي بنت هذا الصرح، وأي إيمان ذلك الذي دعا البناة لبنائه في مكان تقطنه كائنات يستحيل العيش معها. كان الخوف من الاضطهاد السبب، لكن إذا ما نظرنا إلى الرسالة التي من أجلها بني هذا الصرح، نتيقن بأن الإرادة والإيمان وحدهما كانتا وراء هذا المنجز. كان دير الربان هرمزد إذن محطة هامة لإيصال رسالة الحق والسلام. لم يكن الدير مجرد مكان للعبادة، بل كان منارا للعلوم والمعارف. فمنه خرجت مئات المخطوطات وترجمت إلى لغات العالم لتوضح جليا عمق الإيمان وثبات المؤمنين. لقد خدم الدير رجال مؤمنون صادقون مضحون، قضوا حياتهم زاهدين ناشرين لرسالة السلام والمحبة، رسالة السيد المسيح. ولولا تلك الجهود الكبيرة لما كان الدير على ما هو عليه الآن. يقع دير الربان هرمزد في ناحية القوش التابعة إلى محافظة نينوى، وأما ارتفاعه عن مستوى سطح البحر فيقدر بتسعمائة متر، ويبعد عن مركز الموصل ما يقارب الثلاثين ميلا. ولد الربان هرمزد مؤسس الرهبانية الأنطوانية الهرمزدية الكلدانية في بيت لافات شيراز في أواخر القرن السادس الميلادي من أبوين مؤمنين هما يوسف وتقلى. تلقى مبادئ العلوم اللغوية والدينية منذ صغر سنه، ونبغ في علوم الكتاب المقدس. قرر في العشرين من عمره الانقطاع عن الحياة إلى الزهد والتقشف والرهبنة. مارس حياة الرهبنة منذ قرر ذلك، فعاش حياة الزهد في خلوة صارمة بين الجبال وفي الكهوف،
ثم التقى براهب اسمه إبراهيم، وتوجها بعدها نتيجة ظروف عديدة إلى بيت عذري شرقي بلدة القوش، ثم افترقا ليخطا خطين مختلفين في الاتجاه ومتوحدين في الغاية. لكن هذا الدير لم يسلم من الوحوش البشرية، فحورب أشد محاربة ودمرت محتوياته أكثر من مرة، وسرقت وأتلفت مخطوطاته أكثر من مرة، لكن المؤمنين وإن تركوه لفترات معينة إلا إنهم رجعوا ليعمروا ما دمره المخربون. وكلما كان الخراب يحل به من الأشرار، كانت يد الأخيار المؤمنين تعيد بناءه وتزيد ألقه. الطريق إلى دير الربان هرمزد طريق بالغ الجمال والروعة، طريق متعرج لا يحلو للكثيرين إلا السير فيه على الأقدام والتمتع بجمال الطبيعة الخلابة الساحرة. هي رحلة فيها نستذكر تضحية هؤلاء الرهبان الذين سكنوا أماكن موحشة مظلمة، لكنهم أضاءوها بإيمانهم وتضحياتهم وصبرهم وعظمة أهدافهم. كيف لا وهم أبناء الفادي الذي بدمه خلصنا جميعا، تركوا مسرات الحياة ونالوا الآخرة باستحقاق، ضحوا بأنفسهم ورغباتهم لينشروا كلمة الله ويبشروا الأمم باسم سيدنا المسيح. في الدير متحف قديم عريق تفوح منه رائحة وعبق الماضي، متحف يحتوي على آلات وأدوات وعدد وأحجار كانت تستخدم في الماضي. حين يدخل الإنسان إلى هذا المتحف يلاحظ جليا بساطة متناهية وهدوء ينقلنا إلى الأيام التي مضت حاملة معها صفاء لا حدود له. وأما الأحجار فقد نقشت عليها حكايات الزمن المضي، حكايات بسيطة لكنها عميقة جدا، حكايات أناس عاشوا ببساطة كبيرة لكن بعقول وقلوب عامرة بعمق المحبة وعظمة الإيمان. Thank you.
مهما سقطت منك الحجارة أيها الدير العريق، كنت وستبقى عصيا على أعداء الحق وأعداء الدين، وستبقى شامخا تعانق سماء العراق. ستبقى مزارا ومنارا للمؤمنين وملاذا للمتعبين، وستبقى الأجيال تحتفل بعيدك المجيد، وستبقى القوش قبلة الزائرين في عيدك أيها الراهب الكبير. يا من صليت لأجل شعبك وأنرت الطريق للأجيال، سلام سلام على أرضك يا عراق. مولد بيثم طول قدي شراب الهرمي، مذبر عمر بريشان إسرائيل، دخواتيني حومكي فمر أحمر، أخي شبرنون طرب بثلوثين، قدش لقنومي أقبل رب بخوب أشهاد دامر، بذ مشلم باني بيتا لش من ماريا، يا هو حورا تلميذة دوين دامون، مطل دش بروا ما ربحا يا أحد شعري وخائن أمر النطر خلش بسطوذ ماريكو.